لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. ما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 47. عنوان حلقتنا النهاردة شيخ الأزهر يدلس على عقيدة المعتزلة. إحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول لنا إن أبو حسن الأشعري كان من أئمة وأركان أو الأعمدة الكبرى في المذهب المعتزلي. وألف كتب كتيرة في المذهب ده. واستغربنا ليه مجلة الأزهر استشهدت بكتاب الكشاف للزمخشري وهو طبعا من أهم كتب المذهب المعتزلي وسابوا كتب أبو حسن الأشعري أيام ما كان معتزلي. وبعدها شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن المذهب الأشعري من أهم خصائصه الوسطية، ويمكن هو ده اللي خلى رسول الإسلام يروح لأبو حسن الأشعري في المنام ويقول له قاعد المذهب الجديد، لأن المعتزلة يعني ما عندهمش وسطية. حلقة النهاردة هنشوف أهم عقائد المعتزلة الباطلة، وهيكون أهم مرجع في الحكم على بطلان هذه العقائد الأشاعرة نفسهم، وعلى رأسهم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ونشوف الفيديو اللي جاي علشان نتعرف على مين هم المعتزلة وليه اسمهم المعتزلة وأهم عقائدهم، ونشوف الشيخ صالح الفوزان هو بيشرح المعتزلة. الله إليكم. يقول السائل: من هم المعتزلة ولماذا سموا بذلك؟ المعتزلة أتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين. لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو مؤمن، قال رحمه الله: مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكافر، مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وليس بكافر. قال أواصل بن عطاء تلميذه: أما أنا فأقول ليس بمسلم ولا كافر، وفي المنزلة بين المنزلتين. فأحدث هذا المذهب المنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. هو أحد من الخلق ليس بمسلم ولا كافر، لا بد أنه يكون إما مسلم وإما كافر، والمسلم قد يكون ناقص الإيمان وقد يكون كامل الإيمان. فاعتزل مجلس الحسن وانضم إليه باعه وسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. نعم. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الفوزان وهو بيقول إن المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء اللي كان في البداية تلميذ أحد التابعين اللي هو الحسن البصري، وكان الحسن البصري ليه حلقة في المسجد يعني بيقعد ويعلم الناس العقيدة، فكان واصل ابن عطاء من تلاميذ الحسن البصري وقاعد في الحلقة دي. فمرة جه واحد وسأل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو مؤمن، وكان رد الحسن البصري إن مرتكب الكبيرة فاسق ومش بيعتبر كافر، يعني مؤمن بس إيمانه ناقص بسبب الكبيرة. فوصل ابن عطاء قال: أنا لا، مش بقول إنه مسلم ومش بقول إنه كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. فبقى في مذهب جديد، مذهب المنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. طبعا مفيش حد مش مسلم ومش كافر، أي واحد إما يكون مسلم إما يكون كافر، والمسلم إما إنه يكون ناقص الإيمان بسبب الذنوب أو يكون كامل الإيمان بسبب الطاعات. المهم فقام واصل ابن عطاء راح اعتزل حلقة شيخه الحسن البصري، في ناس مشوا معاه وبقى لي حلقة في المسجد وبقى اسمهم المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس أو حلقة الحسن البصري. يعني السبب إن بقى في معتزلة هو السؤال عن إيمان مرتكب الكبيرة. فالمعتزلة قالوا إن مرتكب الكبيرة ده هيكون لا مسلم ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. يعني مش ملاحظين كده معايا معنى كلمة منزلة بين المنزلتين في المذهب المعتزلة؟ معناها منزلة وسط بين منزلتين، يعني الوسطية برضو. يعني
المعتزلة عملوا مذهبهم علشان عاوزين الوسطية في الإسلام، زي الأشاعرة، زي ما قال لنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن اللي بيميز المذهب الأشعري الوسطية. وهنشوف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيوضح النقطة دي في الفيديو اللي جاي. وانا حضرب لك مثل في الوسطيه. مثلا لو ذهبت الى المعتزله وقلت لهم ايه رايكم في شارب الخمر، يقولوا لك والله شارب الخمر ده ليس مؤمنا، يكفرونه مباشره، وليس كافرا لن ينطق الشهادتين. طب رايح فين ده؟ كيف حالك؟ قالوا في منزله بين المنزلتين. وزي ما شفت حضراتكم شيخ الازهر الدكتور احمد طيب هو بيدينا مثال على وسطيه المذهب الاشعري، ويقول لو سالت المعتزله عن حكمهم في مرتكب الكبيره، والمثال على الكبيرة اللي قاله شيخ الأزهر هو طبعا عن إيه؟ عن شرب الخمر. هيقول المعتزلة إن شرب الخمر مش مؤمن ولا كافر، لأن شرب الخمر نطق بالشهادتين وبيؤمن ويقر بيهم. طيب إحنا لو سألناهم مرة تانية حكمه إيه في الحالة دي، يقول المعتزلة شارب الخمر في منزلة بين المنزلتين. وخلينا نشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب وهو بيعلق على كلام المعتزلة في الفيديو اللي جاي. خيال، حاجة عجيبة. طب فين المنزل؟ احنا بنعرف في جنة او في نار، ما فيش حاجة اسمها منزلة بين المنزلتين، بين الاثنين. وده حكم وده عقيدة عندهم، ده اللي كانوا بيفرضونها على الناس. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن المعتزلة كانوا بيفرضوا العقيدة دي على الناس بالقوة، يعني كأن الشيخ الأزهر بيقول شوفوا مذهب المعتزلة ده ما فيش وسطية لدرجة إنه بيفرض عقيدته والعقيدة بتاعته دي العجيبة على الناس. عقيدة مرتكب الكبيرة هيكون بسببها في النص بين الجنة وبين النار. وكلام شيخ الأزهر الحقيقة في تدليس، لأن المعتزلة مش بيقولوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ويسقطوا، أو مرتكب الكبيرة مش في الجنة ومش في النار زي ما بيقول لنا شيخ الأزهر. وخلينا نشوف الشيخ وليد السعيدان وهو بيتكلم عن مرتكب الكبيرة عند المعتزلة وبيوضح النقطة دي في الفيديو اللي جاي. وأما المعتزلة فإنهم قالوا يخرج من دائرة الإيمان ويبقى في منزلة بين المنزلتين، يعني إنه ما دعس البنزين مرة، يعني تعطل به دائرتين. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ وليد السعيدان وهو بيقول إن المعتزلة بيقولوا إن مرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان ويبقى في منزلة بين المنزلتين. وطبعا الشيخ وليد السعيدان بيقول إن المعتزلة بيقولوا عن مرتكب الكبيرة إنه بين المنزلتين، طبعا ده كلام غير معقول لأن الإيمان والكفر ما فيش بينهم منطقة وسط. لاحظوا الفرق بين كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب اللي دلس وعاوز يفهم الناس إن المعنى مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو في الجنة ولا هو في النار، في حين إن الشيخ وليد السعيدان فعلا شرح النقطة دي بأمانة وقال إن المعتزلة بيقصدوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، يعني بين دائرة الإيمان ودائرة الكفر. في الحقيقة إن الشيخ وليد السعيدان بيمهد لكلام هيقوله في المقطع اللي هنشوفه بعد كده، بس أنا يعني بعتذر لحضراتكم عن بعض الألفاظ اللي هيقولها الشيخ وليد السعيدان، وأنا ما شلتهاش من الفيديو لأن الألفاظ دي موجودة أصلا في كتب غلاة الحنابلة الوهابية النجدية. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. والمعتزلة خنافي للخوارج، المعتزلة خنافي، خنافي مخنثون، يعني أنهم خنثى. لما؟ لأن قولهم يفضي إلى قول الخوارج، ولكنهم خافوا من أهل السنة أن يفضحوهم. والمعتزلة دول خناسي للخوارج، يعني مخنثون أو مخانيس الخوارج، لأن قولهم يفضي إلى قول الخوارج، لكن المعتزلة خافوا من أهل السنة إنه يفضحوهم. يعني الشيخ وليد السعيدان بيقول إن المعتزلة مخانيس الخوارج، ومعنى كلامه إن المعتزلة أخذوا نص كلام الخوارج، إن الخوارج بيقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر حلال الدم والمال وإنه مخلد في النار. أما المعتزلة قالوا نص كلام الخوارج وقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني مش مسلم ومش كافر. طب في الآخرة هيكون مصير مرتكب الكبيرة إيه؟ خلينا نشوف مع بعض الشيخ ابن عثيمين وهو بيشرح الكلام ده في الفيديو اللي جاي.
ومسألة الخلود في النار معروف أنه لا يقول أحد بخلود أصحاب الكبائر إلا طائفتان مبتدعتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة. لكن الخوارج يقولون أنه مخلد في النار ولكنه ليس بكافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. وزي ما شفنا الشيخ ابن عثيمين هو بيقول لا أحد يقول بخلود أهل الكبائر في النار إلا الخوارج والمعتزلة، لكن المعتزلة بيقولوا أنه مخلد في النار ولكنه مش كافر في الدنيا، بس هيكون في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. يعني مفيش حد بيقول بخلود أهل الكبائر في النار، قصده يعني من المسلمين، إلا الخوارج والمعتزلة. المعتزلة بيقولوا إن مرتكب الكبيرة مش مسلم ومش كافر وفي الأخيرة مخلص في النار، مش زي ما بيقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب إنه هيكون بين الجنة والنار. وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي لشيخ الأزهر. خياء حاجة عجيبة، طب فين المنزل؟ احنا بنعرف في جنة او في نار، ما فيش حاجة اسمها منزلة بين المنزلتين، بين الاثنين. وده حكم وده عقيدة عندهم، ده اللي كانوا بيفرضونها على الناس. يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيحاول يوهم الناس ان المنزلة بين المنزلتين دي معناها مش مسلم ومش كافر، يعني منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر والإيمان، وفي الأخرة هيكون بين الجنة وبين النار، يعني برضو منزلة بين المنزلتين. وانا بصراحه يعني مستغربه جدا ان شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بيدلس في عقيده المعتزله ويحاول يقول انها ان يعني فيها حاجات مش موجوده، وفي نفس الوقت الازهر بياخد العقيده من المعتزله. وطبعا انت يا شيخ الازهر بتدلس على عقيده المعتزله وبتلزق فيها حاجات مش موجوده في المذهب المعتزلي، يعني انت مش بتحترم العقيده دي، فازاي الازهر ياخد منه العقيدة من مذهب حضرتك مش بتحترمه وبتستشهده بكتاب الكشاف للزمخشري في مجلة الأزهر، زي ما هتشوفوا على الشاشة قدامكم من مجلة الأزهر صفحة 16 في الفقرة الثانية مكتوب: وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى، كالتشبيه مثلا، وأن يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وانا عايزاكم تتابعوني في الحلقه الجايه في تدليس شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب على مذهب المعتزله، والتقي بكم في الحلقه القادمه. لو سقطت مصادرنا الاصليه اللي هي كتب السنه فهذا اعظم بألف درجه من ان تسقط اراضينا. انت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ويرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبه بين عقول البشر.